فكرتنا النهاردة بالخيوط وكمان بورق الكرتون. ورق الكرتون هنحتاجه يكون مقوى شوية عشان هنبتدي نجيب حاجة مدورة ونحطها عليه بالشكل اللي قدامكم ده، أي حاجة زي بكرة السرتاب مثلا. وبعدين هنجيب أي قلم ونبتدي نحدد حوالين البكرة دي أو حوالين العلبة، ونبتدي نقص ورقة الكرتون حوالين الدايرة اللي احنا لسه رسمناها حالا. وبعدين نحدد مركز الدايرة أو نحط نقطة كده في نص الدايرة اللي احنا عملناها بالظبط، ونفتحها فتحة كبيرة شوية كويس، ونقسمها لتمن قطع زي البيتزا علشان هي اللي هتسهل علينا الشغل دلوقتي. بعد ما هنقسمها للتمن قطع هنبتدي نقص أطراف كل خط احنا رسمناه، يعني هنقص أقل من النص بشوية كده، نعمل فتحة بس في الخط اللي احنا رسمينه ده في كل الاتجاهات اللي احنا رسمينها 8 خطوط كلهم. وبعدين بعد ما تبقى بالشكل ده نبتدي نختار الخيط. انا اخترت الالوان اللي قدامكم دي، تعالوا نختار كده وننسق الالوان مع بعض. اخترت الموف والبينك وكمان الدرجه دي من الازرق، وهبتدي احط معاهم كمان السيمون، وهختار البنفسجي ده، وكمان اللون الاخضر الفاتح اللي قدامنا والبيبي بلو. طيب بعد ما اخترنا الالوان دي هنبتدي نقطعها او نقص منها 60 سنتي من كل خيط. انا اخترت ان انا احط 3 طبقات من الخيوط لان الخيط ده رفيع شوية، لو استخدمنا الخيط التاني الصوف هتبقى كويسة لو بخيط واحد. بعد كده ابتدينا ان احنا نظبطه كده مع بعضه ونبرمه كويس عشان نقدر ندخله في الفتحة اللي احنا لسه عاملينها. بعد ما ندخله في الفتحة ونحط نطلعه من الناحية التانية، هنبتدي ان احنا نعمل بقى عقدة كده. العقدة دي اللي هتسهل عليا ان الخيط ما يخرجش من الاتجاه المقابل. هنبتدي نعمل عقدة كده سريعة ونتأكد ان العقدة دي مربوطة كويس قوي علشان ما يفكش او ما يتخلعش مننا، لانه هيبوظ لنا كل الشغل اللي احنا بنشتغل. طيب بعد ما عملنا كده هنبتدي بقى ناخد كل لون لوحده ونحطه في فتحة من الفتحات اللي احنا قصناها. رتبوا الالوان زي ما تحبوا، مش فارقة خالص، انا ابتديت ارتب الالوان كده زي ما انا عايزة ارتبها. المفروض ان دول 7 خيوط مش 8، فانا قصيت 7 الوان، فبالتالي هيفضل عندي فتحة منهم فاضية. الفتحة الفاضية دي هي الشغلانة بتاعتي كلها اللي هقدر ان انا اعمل بيها الاسورة او البريسلت بتاعتي. انا كل اللي هعمله هعد 3 خطوط او 3 خيوط في اتجاه عكس عقارب الساعة، وبعدين اخد الخيط التالت واحطه في الفتحة. هعد كده برضو في عكس اتجاه عقارب الساعة، 1 2 3، واخد التالت احطه في الفتحة، وهكذا هفضل اعد كده 1 2 3 من بعد الفتحة في عكس اتجاه عقارب الساعة، وهكرر العملية دي لحد ما الاقي ان الخيوط بتطلع من تحت بالشكل ده. بصوا الشكل واضح قدامكم كده، هي بتنزل من تحت علشان تكون لي الاسورة بتاعتي. هفضل اكرر بقى العملية لحد ما اعمل الاسورة بالمقاس اللي انا عايزاه. الخيوط اللي احنا مقطعينها حوالي 60 سنتي طول كل خيط من ال7 خيوط دول، ده هيكفي مقاس ايدي انا كواحدة كبيرة. لو هنعمل حاجة لطفلة صغيرة ممكن نستخدم 30 او 40 سنتي بس. عملتها كده خلاص وقست المقاس بتاعها ولقيته مظبوط عليا، عايزة اقفل بقى الشغل. همسك كل خيط مع الخيط المقابل ليه وابتدي اربطهم مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان اقدر اخلعها من ورقة الكرتون اللي قدامكم. كل خيط مع الخيط المقابل ليه. طيب هما 7 خيوط، ففي 6 خيوط هيتربطوا عادي، وفي خيط سابع مش هيبقى فيه ليه مقابل، يعني هربطه مع اي خيط فيهم عادي. وبعدين هفكها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي برضو اعمل عقدة من الناحية التانية علشان اتأكد ان انا رابطه الاسورة بتاعتي بشكل مظبوط زي الاتجاه التاني. بعد ما طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده خلاص، هبتدي احطها كده قدامي واقص خيط طوله 20 او 30 سنتي حسب ما تحبوا. هو انا ما استخدمتش الخيط كله، همسك كده هتنيه لجزئين، ناحية قصيرة وناحية طويلة. الناحية الطويلة هي اللي همسكها وهبتدي ألفها، وفي نفس الوقت التانية اللي أنا عملتها أو الدايرة اللي أنا عملتها دي أنا ماسكاها بإيدي التانية، وهلف الخيط على كل الخيوط اللي أنا ماسكاها دي أو كل الاتجاهات اللي أنا ماسكاها لحد ما أوصل للطول اللي أنا عايزاه. وآخر حاجة خالص همسك الخيط ده، همسك طرفه وأدخله في الفتحة اللي أنا كنت سايباها في الأول، وهشد كويس جدا وأظبط كده الفتحة بتاعتي وأقفلها، وأشد كويس جدا عشان أقفل الفتحة دي. دي بتعمل لي ايه بقى؟ الخيوط اللي انا عملتها هي بتوسع وتضيق الاسورة بتاعتي زي ما انا عايزة. فهمسك بقى كل طرف واربطه لوحده كده مع نفسه علشان اقدر اتخلص من الطرفين اللي سايبين دول. بعد ما عملت العقدة بتاعتي دي هقص
خلاص بعد ما قصيت هعمل التانية برضو بنفس الطريقة. الطراطيف بتاعت الاسورة ليها شراشيب كده ممكن اقص عشان اظبطها، وكمان انا بحب الحاجة تبقى مظبوطة بالمقاس، فهتني التانية عليها علشان يبقى نفس مقاس طول الشراشيب اللي نازلة منها. لو في خيوط انتوا خايفين ان هي تنسل او تفك من بعضها، ممكن تمشوا عليها بس الولاعة كده وتتأكدوا ان هي خلاص اتقفلت كويس. الخطوة اللي انا عملتها دي قفلت لي وفتحت لي الاسورة بالمقاس اللي انا عايزاه، فقدرت ان انا البسها وكمان اضايقها على مقاس ايدي، فهتنفع لمقاسي ولكمان مقاسات اكبر مني. بالتالي لو انا عايز اعمل لحد ايده اكبر من كده شوية مش مضطر اكبر طول الخيط. كده وصلنا لنهاية الحلقة وعرفنا ان احنا ممكن نعمل اسورة بس بورق الكرتون.